رحمة، انت بقالك قد ايه على السوشيال ميديا؟ قبل ما ابدا اي حاجه مبسوطه اني معاكم. احنا مبسوطين اكتر. امارات ولوزاز كده. بقالي حاليا دلوقتي 4 سنين على الميديا يعني. الحمد لله 4 سنين. بقالك 4 سنين بتعملي فيديوهات. انت عندك اصلا كام سنه؟ 21. انت صغنونه قوي وبقالك 4 سنين. انت اصلا بداتي صغيره يعني، بداتي بسن صغيره ممكن قوي. يكون اكتر من 4 كمان، بس انا اللي فاكراهم قوي 4. طب يا رحمه احكي لنا الحكايه، الموضوع بدا ازاي؟ فكرتي يعني في يعني انت قعدتي كده فجاه قررتي عايزه ابقى بلوجر؟ اوكي. هو اول حاجه انا دخلته بالغلط بصراحه. عملت فيديو يعني كنت بهزر فيه وكده عادي، اللي هو بتدلع مش عارفه ايه، بنوته جميله وكده. فنزلته وصحيت لقيت الفيديو مليون وحاجه. اوف والله بجد لقيت مليون وحاجه. انستغرام ولا تيك توك؟ تيك توك. فشتايم كتير ومش عارفه ايه، لان انا ما كنتش باينه، كان وشي بس اصلا يعني. فطلعت بالكرسي ارد على الناس. فمن هنا بقى بدات الحكايه، الناس دعمت رحمه وحبت رحمه، وبقيت عن فيديوهات كتير بقى، والحمد لله نجحت يعني في الحكايه. فانت ابتديتي من فيديو، ده كان وقت كورونا ولا كان قبل كورونا؟ لا قبل كتير. قبل كتير. قررتي تعملي تشوفي ايه التيك توك ده، ولقيتي ان الموضوع حلو، فابتديتي في تبقي بلوجر وانفلونس الناس والحاجات دي كلها. ايوه انا بدات تيك توك الاول بصراحه، انستغرام لا كان لسه شويه عادي، بعدين نقلتي على انستغرام. مين اللي دعمك يا رحمه بقى، اللي هو شجعك انك تستمري في الاول؟ هو بصراحه هو طبعا الاهل بيبقوا شيء اساسي في كل حاجه، بس في الاول بصراحه اهلي لا طبعا، لان احنا صعيده، فاهلي في الاول لا. كنت عايزه اسالك كده، انا عارفه المعلومه دي، فاللي هو قالوا لك لا بلاش بصراحه؟ طبعا مش هينفع، وازاي وتظهري واحنا صعيده وكده. ففي الاول بصراحه صحابي هم اللي كانوا داعمين، خصوصا كان ليا واحده صاحبتي كانت بتكره الميديا، ما بتنزلش اي صوره ليها اصلا، فهي اللي كانت دعم ليا يعني. هي ما بتحبش السوشيال ميديا، بس هي اللي دعمتك انك تبتدي طريقك في السوشيال ميديا، ولحد دلوقتي ما بتحبش الميديا اصلا. بس تحبني اظهر. ايوه هي لازم تظهر. وانت قاعده كده اللي هو كنا بنتكلم قبل الحلقه، بتقولي انا كنت موديل ميك اب ومش عارف ايه وكده، اللي هو ابتديتي الموضوع ازاي؟ اللي هو الموديل بقى، الموديل انا بداته بصراحه من سنه. بداته في الاول عادي، كنت بنزل في الاول عادي اصلا، اللي هو حب للميك اب يعني، لحد ما مره بقيت اطلب مش عارفه مين تكلمني، نزلت. وبصراحه يعني الحمد لله يا رب شاطره فيه قوي بصراحه، رياكشناتي بقى شكلي تعرفي تاخدي اللي هو الباز حلوه جدا. الحمد لله، واتشهرت فيه يعني، اتشهرت فيه اكتر من البلوجر كمان. والله بقى ده من سنتين. انا ليا فيديوهات ميك اب كتير واصله ل 10 مليون و 9 مليون ما شاء الله. ان شاء الله. انت مجال دراستك ايه يا رحمه؟ اعلام. ما شاء الله. في سنه كام فعلا؟ تانيه. صغنونه خالص. صغنونه قوي. وان انت بتقوليه بقالي 4 سنين، مش فاكره 4 ولا 5 هي يعني، مش فاكره اصلا. انا بقى السؤال هنا، على قد ما السوشيال ميديا بيبقى ليها حاجات حلوه، بساعات بيبقى ليها حاجات وحشه. ايه اللي شفتيه وحش في السوشيال ميديا ان انت تبتدي كبلوجر، لقيتي لا دي حاجه وحشه قوي؟ اوكي بصي، هي صعبه كتير طبعا، خصوصا لو حد عنده مشكله ولسه مش متقبلها، لان مش هنكر انا في الاول ما كنتش متقبله اللي انا فيه يعني، مش هنكر، بس طبعا الحمد لله دلوقتي يعني. فطبعا في الاول الكلام كان صعب قوي قوي، اللي هو انت اخرك في البيت، انت مش عارفه ايه ده، بص ايه ده على تيك توك وانستغرام. لا الكلام كان صعب. ده انا في مره ناس عملوا عليا حفله، شله بنات عملوا عليا حفله، بص المعاقه، بص المشلول. والله بجد يعني، فعملوا عليا. لا كانت الموضوع كان صعب قوي.